مرحبا لامامنا ديال المقدم عبد الطيب جعواق، عنده القرصه الاولى من البارود. تحيه جابها 19:30 من ولي السلامه والتيسير. المقدم سي عبد اللطيف جعواق نهنيو على الفوز ديالو وكنقولوا ليه مبروك للدور الثاني بوزنيقه، ونتمنوا نشوفوه في دار السلام، علاش لا نشوفوه في البوديوم، وكنقول ليه مبروك عليك. الحمد لله اختي سعاد، هذا الشعور لا يوصف حقيقه. مزيانه، مجهود مجهود، اش نقول لك، مجهود ديال العين والله العظيم. لان انا الاخوان ديالي خصوصا هاد 10 ايام الاخرى ما كنعشوش، ما عارفين كلشي، راه كيبقاو المخططات حتى الوحده الزوج ديال اللي نخططوا منهم يدو منهم. تخيل تخدم هذا ما يخدمش لك هذا. الحمد لله توجنا المرتبه الاولى هنا في الحمد لله. وكيفاش كانت المنافسه اليوم ديال المنافسه؟ شرسه، يعني منافسة قوية ديال داكشي اللي ضرب خاطر، يعني تا واحد ما يخلي لك بلاصتك. اليوم الناس ديال الحمر عملت اليوسفية، اليوم احنا عارفينها مدرسة ديال الناصرية وهي منبع البارود، ولكن اليوم زدتوا أكدنا أكدتوا هاد المعلومة اليوم اللي عملت اليوسفية اليوم اللي كانت فيها 11 منافس وكانت واحد المنافسة قوية. بغيتك تشرح للمتتبعين. دابا هذا هو التأهل، هذه هي الحلاوة ديال التأهل. دابا حنا كنتهموا المدرسة الأمراء من بعد ديال الشماعية، راه خير دليل، خير دليل، راه شفتوا كلشي على عينيكم، راه كانت منافسة كثيرة بزاف اليوم. الحمد لله راه هادشي اللي بغينا، حنا بغينا نكونوا إلا دزنا ندوزوا انجدار واستحقاق، تكون منافسة. الحمد لله هادشي اللي كان، وسخر لينا الله، والله الا كنتاسف هاد الناس اللي ما دازوش. وهذا هو قانون اللعبة، هذا هو قانون اللعبة، هذا هو قانون اللعبة. الحمد لله خرجت القضية بخير وعلى خير سالمة، هذا هو الرباح الكبير. هذا هادشي اللي كاين، ملي كتدخل كلشي سالم وخرج سالم، راه هذا بحد ذاته فوز. ربحتي حب الجمهور اللي ما كيتشاق ما كيتباع بثمن. الحمد لله. أما اللي داز راه كيبقى حظ، واللي ما داش راه كيبقى حظ يخدم العام آخر إن شاء الله. إن شاء الله حنا كاع قابلة حمرت غتجي عندنا إن شاء الله البوزنيقة، ويشجعونا تما وكلشي. الحمد لله يوقفوا معانا، ومرحبا بأي واحد اللي تأهل اللي ما تأهلش، مرحبا بالجميع. وكنشكر الركابة ديالي صراحة الله عليهم، مجهود مجهود جبار والله العظيم، مجهود جبار. والناس اللي تعاونوا معانا من بعيد ولا من قريب، جنود الخفاء الصاهرين على هاد الصربة، راه لا إله إلا الله، عائلة عريش كاملة راه صالحة. تحية للعائلة ديال عريش. والله العظيم اللي داير معنا السي عز الدين واحد المجهود، راه السي عبد الرزاق راه هو اللي هيئ لنا هاد الفضاء. السي عبد الرزاق وعريش هو اللي هيئ لنا هاد الفضاء صراحة. الشكر في حقهم قليل. وعز الدين كذلك، عز الدين راه مسكين جا الصباح يوجد يجري، والله إلا بكى، أقسم بالله إلا بكى. حنا صبرنا وهو بكى، الحمد لله. الحمد لله ربي ما خيبها ديال المقدم عبد اللطيف جعواق. قدم تحية، كيلعب بالطريقة الناصرية، كيمثل جماعة سبيعات، عمالة اليوسفية. نتمنى لك السلامة والتيسير أخويا عبد الطيب. تبارك الله، طالبنا بالمستوى خويا، بالمستوى تبارك الله، اللهم بارك. باكا الله يوفق اخويا عبد الطيب، نتمنوا لك السلامه والتيسير. كما تبعتوا معنا المقدم عبد اللطيف جعواق السنه الماضيه، كان مشارك في المباراه وتاهل للدور الثاني بوزنيقه، ولكن ما ساعدوش الحظ باش يدوز لدار السلام. وكما قلت لكم وسبق لي قلت لكم، ماشي نهايه العالم. ها هو تبارك الله مشى عاوتاني اجتهد وخدم، وها هو دخل عاوتاني الحمد لله بخيول ملك بربريه ملكيه، دخل بسروج من النوع الممتاز، دخل بلباس من الطراز العالي، دخل برفاق. كون على يقين غنرجع غنخدم على العام الاخر، مهما كاين الروح كتنبط لداخل غتخدم. ضربة لأمامنا ديال المقدم عبد الطيب جعواق، عنده القرصة الأولى من البارود. تحية جابها 19:30 من ولي السلامة والتيسير. برافو برافو للمقدم عبد الطيب جعواق، تبارك الله اللهم بارك، تبارك الله. القرصة كانت زوينة، راه كيما قلت لكم راه حمر هما منبع البارود، تبارك الله تبارك الله. فرح سخون، النيفو طالع، الناس ديال الحمر داخلين مسخنينها من
الديبار، تحية ليهم كاملين. وشكون ترشح من هاد 11 صربة؟ شوف غتجاوب بصراحة ولا تاكل الهريسة؟ ناكل الهريسة. شكون الصربة اللي أمامنا ديال المقدم عبد اللطيف جعواق. الطلقة الأولى حصل على 15 نقطة والتحية 19 نقطة ونص. نتمنى ليه السلامة والتيسير في البارود. الصربه اللي امامنا ديال المقدم عبد اللطيف جعواق اللي حصل في الطلقه الثانيه حصل على 16 نقطه والطلقه الاولى حصل على 15 نقطه. نتمنوا ليه السلامه والتيسير في الطلقه الثالثه عبد اللطيف جعواق. واو 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 ما بيهاش المقدم عبد اللطيف ما بيهاش، ولكن اخويا دايز دايز للبوديوم، دايز للدور الثاني ان شاء الله في وزنيقه. والله يوفق والله يجيب تيسير المقدم. كما قلنا لكم الخوت راه حنا ما عرفناش شكون التوقعات. Yeah!
والله عبطي عبطي بالله ما حتى حاجه واش محمد واش محمد الله يجيب لهم السلامه والله يعملهم خوت حسنيين وفرحنا ليهم الله يعمل هاد الركاب الله يحفظ لهم هاد الركاب الله يعملهم كسوف شي ما يحقرش ولا هو شايطن في هاد الوتاق الله يدهيه والله يرزقهم السلامه والله يحفظهم في السفر وفي الحضار والله يحفظ لهم الوليدات والله يعملهم خوت حسنيين وينام كيزيد ما عليهمش الصباح جهه جهه.